أهلاً أهلاً، أولاً حابة أشكر كل تعليق وصل وكل وجهة نظر وصلت، وأنا حاولت إنه الأشياء المتشابهة إني أطلعها وبنتقراها معنا. طيب، في وجهات نظر اعتمدت الثقة إنها تستمد ثقتها بنفسها من خلال إنها تلبس أحسن ما عندها وتحط ميك اب وتروحي واثقة من نفسها من خلال اللبس والميك اب والهندام الخارجي. وفي ناس قاعدين يقنعونها ترى في ناس، في رجال الجنس الآخر يميلون لهذا الجمال وبيشوفونك كمان حلوة. فاللي لاحظته في أغلب التعليقات إنهم يستمدون الثقة بالنفس من الخارج من خلال آراء الناس. ترى هذا شيء مو غلط ولا هو عيب، لكن الغلط إني أنا أعتمد على آراء الآخرين، أعتمد على رضا الآخرين عني، أعتمد والله على البلوزة الفلانية والشنطة الفلانية والميك اب علشان أستمد ثقتي بنفسي. أنا ما أبغاك أنا ما أبغاك تعتمدين دائما على المصدر الخارجي وتشحنين نفسك منه. ما أبغاك يهمك إنك أنت تلفتين نظر فلان، ولا أبغاك إني طول الوقت أروح أشتري لي في هذه الأشياء وهذه الملابس وهذه الألوان علشان تزيد ثقتي في نفسي. وإن كنا نحتاجها في فترة معينة في البداية علشان نلقط الشعور الداخلي. طيب، اللي أبغى أقوله برضو الآن إن مشاعر عدم الثقة بالنفس والغيرة هي نتيجة لإيش؟ نتيجة لشعور انفصال سحيق عن الذات. طيب، لما احنا نقشر البصلة ونفهم هذا جاينا من وين وليش جانا اصلا ومن مين اول مرة قال لي ترى في احد احلى منك، في احد احسن منك، في احد افضل منك، اشطر منك، بلا بلا بلا، هذا الانفصال اللي احنا نعيشه لما احنا نصنف الناس احسن واقل وافضل واجمل، من هنا يبدأ عندي ان انا مين، ليش فلانة احسن، طيب اذا هي احسن انا. هذا الانفصال اللي خليك تسألين وتدورين في حول هذه الأسئلة علشان فقط تشعرين أن أنت جيدة وحلوة إذا الناس شفتك حلوة، شفتك كويسة. ليه؟ لأني أنا في العمق يا منى أنا أدرك تماما أن القصيرة مو حلوة وأن السمرة مو حلوة وإنه 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 هذا كل شي فيني. ليه؟ لأن قالوا لي. من اللي قال لك؟ بشر مثلي مثلهم. طيب، الطفل متى يصدق البشر ويصدق الحكم والفكرة؟ لما تكون نابعة من شخص كبير، لأن من يومنا وإحنا أطفال نقول أوف هذا كبير، هذا يفهم، هذا صادق، هذا يحبني، أكيد بيقول لي كلام صحيح، فأنا أتبنى هذا الكلام وأعيش عليه وأبدأ خلاص أكره عمري، أيوة أنا القصيرة، أنا السمرة، أنا، في حين الموضوع كله غلط، في حين الموضوع كله نفسه هذا الكبير يعيش انفصال، اللي قدر يحكم يصنف الناس هو نفسه مليان ترومات، أوكي؟ بس إدراكك لهالمعنى إنه التصنيف بحد ذاته تروما، إدراكك الأول لأن التصنيف بحد ذاته تروما، إنها تروما شخص، إنسان عالق في الظلام منفصل عن ذاته قال لي هذا الحكم في سن معين وأنا صدقت، هذا الإدراك إنه جاني هذا الحكم من شخص مظلم، شخص منفصل، أنا هنا أفكه، لأني أنا لا أسمح أني أنا أتبنى أفكار ومعتقدات شخص بشر مليان ظلام وانفصال. أنا قديش قاعدة أظلم نفسي في كل مرة أصدق أحكام آخرين عني، أحكام ناس مليانين ترومات وكلاكيع في حياتهم، أنا إلى متى ألعب هذا الدور؟ أوكي؟ هذه اللحظة، لحظة الإدراك، هي نقطة البداية، هي اللي أنا أوقف امتداد هذه المشاعر. طيب، أنا ما ألومك إنه أنت هذه المشاعر شغالة 24 ساعة وكل يوم تشوفين هذول الموظفات وتشوفين هذا الجمال وينضغط زر من الطفولة، ذبذبة عاشت معك وكبرت معك وكرة الثلج تدحرجت معك انها تخليك بهذا الشكل. ما ألوم لانك تختبرين فيها، لانك الى الان ما وقفتي وقلتي ستوب. طيب، ايش الشيء يا منى اللي راح اسويه واخلي مهما هذولا الناس ضغطوا على زر عدم ثقتي في نفسي، على الغيرة، على هذا الانفصال، انه ما عاد يأثر فيني؟ هي اللحظة اللي أنا أدرك فيها أنا مين، لأن هذه اللحظة، لحظة العودة لي، هي لحظة اتصالي بربي، لأن أنا طول العمر وأنا بهذيك الذبذبة أنا كنت عايشة في حالة انفصال عن الله، أنا كنت طول الوقت بطريقة غير مباشرة أسيء الأدب مع الله، لأن أنا لو أؤمن أن الله عدل وأن الله حق وأن الله جميل، أنا كيف أقول أنا خلقني بشعة، أنا خلقني مو حلوة، أنا خلقني بهالطريقة؟ أنا كأني في حالة تذمر وغضب مع على الله طول الوقت، وهذا فعلا اللي قاعد يسوي الانفصال فينا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه،
وأشطن إبليس فينا، إنما الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أصحابه. طيب، الشيطان يعدكم الخوف والفقر والفحشاء. الخوف هذا أنت فيه، خايفة، خايفة من جمال هذولا، وخايفة أنت ما أنت آمنة، ما أنت واثقة من نفسك، ما أنت في حالة اطمئنان مع نفسك. ليه؟ لأن في أحد أحسن مني، أفضل مني، أجمل مني، طول الوقت أنا قلقانة. وين وداك؟ الفقر المرتبة الثانية. إيش يعني فقر؟ الفقر مو بس مال، الفقر هي طاقة ندرة، طاقة شح. هذا أنت الآن تبغين تتركين شغلك، التمكين اللي الله حطك فيه ووهبك إياه وعطاك هذا الرزق، الوظيفة اللي الكل يطمح لها، التمكين اللي أنت أشطر وحدة في مجالك، إيش بتسوي؟ أنا ممكن أخسرها يا منى بس علشان شعور سطحي. أنت معترفة فيه إنه شعور سطحي، لكنه عالق فيني من سنوات. هذا هو يودينا وين؟ يودينا وين هالشعور السطحي؟ قاعد يودينا للفحشاء. إيش يعني فحشاء؟ إيش يعني فاحشة؟ الفحشاء هي سوء الأدب مع الله، هي الانفصال، أني أنا أصدق هذا الخوف أعلق فيه، وبعدين أدخل في هذه طاقة الفقر والندرة الشح، أشوف الظلام، أشوف الثقل، الركود، الهروب، ما أعرف الله فيها، ما أشوفه، فأسيء الأدب معه، أنفصل عنه أكثر وأكثر. لحظة إدراكنا في هذا الحكي كله اللي قاعد يصير، لأن طول الوقت وإحنا قاعدين نضغط على نفس الزر وقاعدين نواجهها بحقائق، بأشياء فعلا قاعدين نختبر فيها وأدركناها. هذا الإدراك مثل اللمبة، اللمبة اللي لحظة ما تتولى قاعدة تبدد الظلام. وقتها الآن أنا إيش أسوي؟ أنا أقول إلى متى هذيك الطفلة اللي عاشت عمر وهي خايفة أن أحد يعايرها، أحد يتنمر عليها، أحد يقولها ترى فلانة أحلى منك وأجمل منك، إلى متى راح تضل تلعب هذا الدور؟ هذا أنا كبرت، هذا أنا ما مت، هذا أنا الله رازقني، ما تأثر رزقي لأني سمرة ولا لأني قصيرة. أنا إيش قاعدة أسوي؟ أنا لين متى بلعب دور الضحية؟ بإيش يخدمني هذا الدور؟ بيعطيني شفقة على نفسي؟ أنا ما أعرف أرحم نفسي إلا لما أنا أشوف أحد أحسن مني؟ ستوب، نوقف، نوقف هذه الأمور، خلاص إحنا كبار واعيين، انتهى الدرس، ما عاد في شيء راح يأثر علينا. هذه اللحظة اللي أقول فيها ستوب هي اللحظة اللي أنا أفعل فيها إيش؟ الأمانة اللي الله لما خلقنا فيها، اللي نزلها على الجبال وأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان، اللي هي الإرادة الحرة، اللي أنا الآن فعلا أختار. إن هديناه النجدين إما شاكر إما كفور. هذا الله معطيني رزق، وظيفة الكل يطمح لها، في خير، في تمكين، أنا واحدة شاطرة في هذا المجال، لكن أنا قاعدة أخرب على نفسي بسبب هذا الشعور، شعور النقص، شعور عدم الثقة بالنفس اللي جايني من وين؟ من ظلام، من حي الإيجو، من وسوسة شيطان. وقتها هنا أنا راح أعرف قوتي، راح أختار، راح أقول يا رب قويني، أنا أختار، أختارك أنت، أختار النور، أختار العدل، وسامحني على كل مرة انفصلت عن نفسي وشفت أنه في أحد أحسن مني وأفضل مني وأجمل مني، وأسأت الأدب معك، انفصلت عنك، بعيدة عنك، وسامح كل هذولك البشر اللي زرعوا فيني هذه التجربة وهذا الشعور وخلوني أدفع ثمنها طول هالعمر بهذه المشاعر. اغفري، اغفري لنفسك هذه المشاعر، اغفري لنفسك هذا الجهل، اغفري لنفسك لكل تجربة وشعور مريتي فيها على الأرض. أنت الآن فهمت الدرس، أنت الآن أدركت المعنى، أنت الآن فهمت أن كل اللي قاعد يصير لعبة، وأنا اللي راح أختار الريموت وين، وأنا اللي راح أكمل، وأنا اللي راح أدرك معنى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أو أنه يعلق في ذاك الظلام، هذيك الذبذبة، ويهرب ويترك شغلة ويلا يعيد ويزيد في ظلامه. أنا ما ودي أطول عليكم أكثر من كذا، هذا كان جوابي، جواب الانفصال عن الذات. في كل مرة نشعر بهذا الانفصال وتجينا نتيجة، نتائج الانفصال اللي تكبر معانا وتخلينا نتعامل مع مواقف وأحداث في حياتنا بسبب الشعور الأول اللي جواتنا، هي اللي تخلينا نتصل بالذاكرة الأولى. الذاكرة الأولى مو بس للحدث والشعور، الذاكرة الأولى اللي خلتني أختبر في هذا الحدث وفي هذا الشعور. الذاكرة الأولى هو برنامج أعلنت عنه من قبل، ومثل ما وعدتكم أنه رح أتكلم عنه اليوم. هذا الجواب عبارة عن اقتباس من سر من أسراره، حابة أنه الكل يشترك فيه بإذن الله. البرنامج رح يتم فتح باب التسجيل الأسبوع الجاي، برنامج قوي، كل أسبوع رح نتكلم عن موضوع يزيدنا اتصال، يزيدنا اتصال مو بس مع
ذواتنا مع الوحدة الكونية حولنا، لأن الذاكرة